مرحبا مواليد برج الجدي، معكم كارمن شماس. اليوم بدي احكي عن الاسبوع الاخير من شهر نوفمبر تشرين الثاني. بهيدا الاسبوع في حدثين. الحدث الاول هو انه في عنا قمر جديد ببرج القوس يلي هو البرج الذي يسبق برجكم، يعني انتو دخلتوا بزمن القوس يلي هو زمن بطيء بالنسبة لكم. في حدث حلو مهم بالنسبة جدا لمواليد برج الجدي، وهو وصول كوكب الزهرة لبرجكم، وذلك يوم 3/26 نوفمبر تشرين الثاني الساعة 2:30 فجرا بتوقيت بيروت. بيوصل كوكب الزهرة لبرجكم حامل معه باقة من الإيجابيات، ورح يركض ركض هيدا الكوكب لأنه رح ينتقل من برجكم. عم سبق لكم بينتقل من برجكم بتاريخ 20 ديسمبر. إذا يعني تقريبا بظرف 3 أسابيع ونص تقريبا كوكب الزهرة بسرعة كل يوم رح ينقل حظ لمولود أو لمولودين. المهم كيف بده يكون هيدا الأسبوع؟ كيف بدكم تودعوا شهر نوفمبر تشرين الثاني؟ يوم الاثنين القمر موجود ببرج الجدي، وهو موقع جيد جدا لإلكم. هو موقع حلو لتبدأوا فيه الأسبوع وتبدأوا بقوة وتخلصوا. إذا عندكم شيء مهم قبل يوم الجمعة فيكم تشتغلوا على مسألة معينة يوم الاثنين وتنهوا. ليش؟ لأنه 3، 4، و5 هن 3 أيام بطيئين جدا جدا جدا، بيحملوا تأخير، بيحملوا خيبة أمل، وبيحملوا نوع من محطة انتظار طويلة طويلة طويلة، فيها زهق، فيها ضجر، وفيها نوع من تركيز على مسائل يمكن ما بيهمكم أمرها. فيوم 3، 4، و5 حتى الساعة تحديدا 2:30 بعد الظهر توقيت بيروت هي الفترة الأقل حظا، هي الفترة الأقل نشاطا، هي الفترة الأقل نجاحا وفعالية بالنسبة لمواليد برج الجدي، فانتبهوا منها، خاصة انه في قمر جديد. هالقمر الجديد ببرج القوس عم بيسحبكم الى الداخل، عم بيبعدكم عن الأضواء، عم بيبعدكم عن النشاطات، عم بيبعدكم عن الحماسة. الخميس الساعة 2:30 الظهر بتوقيت بيروت تحديدا بيوصل قمر لبرجكم، تتحسن المعنويات، بيصير فيكم تبلشوا تاخدوا قرار أو خطوة لتحسموا أو تنهوا شهر نوفمبر. الخميس مع وجود قمر برج الجدي، الجمعة والسبت، ها هي الفترة الأنجح الفعالة أكثر. إذن يا يوم الاثنين يا أما هيدي الفترة مع وجود القمر ببرج الجدي، يلي هي فترة بصراحة فترة بعتبرها جيدة جدا، حتى أفضل من يوم الاثنين 25. ليش؟ لأنه في وضوح أكثر بالأمور، الناس بتقدم لكم الفرصة، الباب بيفتح بوجهكم، أفكاركم واضحة، وعندكم جرأة لحتى تقرروا وتشوفوا الأمور وتحكوا فيها. ففترة بعتبرها جيدة، وما غريب أنه توصلكم أخبار ويوصلكم إيميلات وحدا يخبركم خبرية، تحسوا أنه ضوء أخضر بالنسبة لكم. السبت يلي هو آخر يوم ببرج بشهر نوفمبر، القمر طبعا ببرجكم بينتقل لبرج الدلو مساء بتمام الساعة 10:15 المساء بتوقيت بيروت. هيك بتودعوا شهر نوفمبر، وبتبدأوا 1 ديسمبر شهر ديسمبر مع القمر في البيت الثاني بيت المال. كونوا حذرين لأنه في احتمال يكون في بلبلة أو فوضى أو ما عندكم نظرة واضحة للأمور، فانتبهوا ما يكون في صرف للأموال، وهالأموال اللي أنتوا ما نكون كتير منتبهين لها، بمعنى أنه البادجت الميزانية منا كتير واضحة عنكم، فكونوا منتبهين وحذرين جميع الأحوال. هلأ كوكب الزهرة موجود ببرجكم، والمواليد الأكثر حظا بهالأسبوع هي مواليد 21-26 ديسمبر كانون الأول. الأكثر تعبا بسبب تأثيرات زحل وبلوتو هي 7-12 كانون الثاني يناير، فكونوا حذرين خاصة 3، 4، و5. بدي أتمنى لكم أسبوع كتير حلو. إلى اللقاء مع الأبراج اليومية والأبراج الشهرية أيضا. ودعكم، باي باي.